بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. وزي ما نشوفش جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ربيع، هل العيد الأكبر؟ إحنا عندنا العيد الصغير في مصر، العيد الصغير في مصر هو عيد الفطر، والعيد الكبير عندنا عيد الأضحى، لكن عندنا العيد الأكبر هو ميلاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وده مش عندنا بس، ده عند كل المسلمين في كل العالم الإسلامي. وإزاي ده ما يحصلش إذا كنا كلنا حاسين إن النعمة الكبرى لله سبحانه وتعالى علينا هي نعمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده احنا شايفين النبي صلى الله عليه وسلم حياتنا كلها، وعشان كده ما كانش غريب ان احنا نلاقي المسلمين في كل مكان لما يجي ربيع يحسوا ان الدنيا بقت كلها نسيم، كلها فرح وكلها نور. واكتر ناس ممكن تحس معاهم ان الدنيا بقت نسيم مع ربيع اخواننا في سوريا. اخواننا في سوريا عندهم يحسسوك لما يجي ربيع ده ان الدنيا كلها بقت عطور، بقت جمال، بقت نور، لأن ربيع عندهم بيخلي الدنيا كلها ربيع، بس مش بالجو، بجمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي، أنا معايا اثنين أخين حبيبين على نفسي، السيد عمار قصاص، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك السيد عمار، وأخوه السيد إبراهيم قصاص، أهلا وسهلا. أنا سعيد جدا جدا أن أنا مع حضراتكم. احنا بارك الله. خلونا نتكلم، احنا دلوقتي جايين، انا بسميه الفرح، احنا جايين في الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تعالوا نفرح بحضرة النبي مع بعض، بس انا عايز اعرف، هو اهل سوريا بيحتفلوا بالمولد؟ طبعا اكيد. هذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله الذي تفضل علينا أن جعلنا من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والله الفرحة بعيد المولد النبوي الشريف هي فرحة كبيرة كتير عنا في سوريا. وطبعا نحن بشهر ربيع الأول نسميه شهر ربيع الأنور، صحيح، بقدوم الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. الفرحة كنا يعني بنحتفل كلياتنا، سواء في المساجد أو في المدارس أو في المصانع أو في البيوت، يعني كل مكان من دول فيه احتفال مختلف عن المكان الثاني، بشكل ثاني، بطريقة ثانية، بأسلوب ثاني، بفرحة ثانية. تتجدد الفرحة في البيت، تتجدد الفرحة في المدرسة، تتجدد الفرحة في المصنع، تتجدد الفرحة في كل مكان، الشوارع، الناس. طب تعال نبتدي بالبيت، تعال نبتدي بالبيت، وأمشي أنا مع حضرتك ومع السيد إبراهيم نشوف الفرحة في كل حتة. في البيت بتفرحوا إزاي في البيت بالمولد؟ كنا يوم المولد النبوي الشريف عنا عادة. أولا حضرتك من أهل، من أهل الشام ولا من أهل حلب ولا من إيه؟ أنا من مدينة حلب، من شمال حلب سوريا. الشهباء حلب وما أدراك ما حلب بقى. حلب هنتكلم عن حلب والأنغام وإزاي بيكون مع حضرة النبي الجمال ده كله. الدرسة. إيه بقى يا سيدي؟ كنا يوم عيد المولد النبوي الشريف، وهي كانت عادة. يعني أنت حضرتكم عندكم اسمه عيد المولد؟ عيد المولد النبوي الشريف. طبعاً. عيد. نحن بالنسبة لأن هذا عيد. سبحان الله. كنا في أول يوم بنبتدي في قعدة الأسرة، بنعمل طبق بيعرفوه أهل مدينة حلب اسمه المامونية. 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 يا سلام. المامونية كانت عبارة عن حلويات. أنت متذكر الاسم جه منين؟ من المأمونية، لأنه هذا كان نسبة يعني هي نسبة للخليفة المأمون. الخليفة المأمون فهي كان المأمونية. بيحب الأكل فكان بيحتفل فيها، فلذلك نحن سميناها مأمونية. يا سلام. وهي كانت معظم أهل حلب بيحتفلوا فيها. وده معناه إن طول عمر المسلمين في كل الأجيال في كل الأعصر بيحتفلوا بالمولد. أكيد أكيد أكيد. والدليل على ذلك إيه؟ المأمونية. المأمونية دي دليل على إن طول الوقت الناس بتحتفل بمولد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فرحة متوارثة يا سيدي، فرحة. أنا دايما بقول كده ونحفظ الكلام ده، هذه فرحة بالإسناد المتصل. ذلك الفضل من الله. بدأ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم لما قال هذا يوم ولدت فيه، وبدأ المسلمين ياخدوا بقى. أصل حضرة النبي أوتي جوامع الكلم، وأوتي جوامع السلوك وجوامع الأخلاق، فلما قال هذا يوم ولدت فيه فعرفنا أنه نحتفل بالمولد. فكل واحد من المسلمين بقى أبدع لغاية ما وصلنا إلى المأمونية. فالمأمونية بقى بتتعمل الصبح ولا العصر ولا بالليل؟ دي بتكون في أول اليوم. أيوة. بتكون طبق على الفطار بداية بالاحتفال في هذا اليوم.
ايه بقى انت شوقتني، انا عايز اكل، انا عايز اكل مقبوليه دلوقتي. ايه بقى فيها ايه؟ بتنعمل من السميد والسمن العربي، والسكر هو طبق قريب للحلويات وبيكون عليه فوق القشطه، والفستق الحلبي الرائع يا سيدي، وجنبه هالشعيبيات الجميله وهالفرحه وهال الناس من اول ما بتشم ريحه ده وكاننا بقلاوه بقى وحاجه يا سيدي الناس من اول ما بتشم ريحه المامونيه في صباح عيد المورد النبوي الشريف، الناس بتلاقيها كلها جاي مشان تاكل مامونيه وتبدا احتفالها بعيد مورد النبوي الشريف. هل بيحصل بقى، هل بيحصل ان البيوت بتبعت المامونيه على بعضها كده، ولا بيبقى ولا اللي بيجي من ضيفه بالمأمونيه؟ احيانا في بعض الاحيان في المصانع بيعملوا المأمونيه وبيوزعوها، لكن بالنسبه للمنازل بتكون كل بيت بيعمل المأمونيه تبعه وبيكون جهازها قبل بيوم كمان. يا سلام، هذا شيء ضروري، شيء مهم. عيد المولد النبوي الشريف هذا يا فرحه. يا سيدي يا سيدي، قول لي بقى سيد عمار، ايه اكتر انشاد بتحبه، او اي اكتر انشاد بيقولوه اهل سوريا؟ اهل سوريا بيفرحوا بالاغاني بالانشاد والا اهل حلب، اهل حلب اهل حلب عندهم اصوات عجيبه. نعم يا سيدي، حاجه عجب. نعم. رحمه الله عليه حسن حفار. طبعا حسن حفار، حفار القلوب. نعم، يسموه حفار القلوب، رحمه الله يرحمه ويرضى عنه. كنا بنستمع الى يا امام الرسلي، يا إمام الرسل، يا إمام الرسل يا سلام. إيه رأيك بقى نروح نسمع الشيخ محمود خليف وهو بينشد يا إمام الرسل؟ يا سلام على الشيخ محمود، يلا اتفضل. يا سيد الرسل أدركني، فما بقيت لي حيلة سوى حبي لك أدخر. تحية لك من قلب معطرة يفوح عرف شذاها روضك العطر. يا حادي الركب أنزلني إذا لمعت لعينيك القبة الخضراء والحجر. هناك ألمس شباك المصطفى وأستغفر الله حيث الذنب يغتفر. من يبدلني عسري يسرا إلا كيا أبا زهرا. فبآل البيت والعشرة الله الله يسر سهيل حل العقد. ويا إمام الرسل يا سندي الله الله، أنت باب الله معتمدي. فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله، هي خذ بيدي. أيها المشتاق لا تنمي الله الله، هذه أنوار ذي سلم. عن قريب نحن في الحرم الله الله، عند خير العور بي والعجم. يا إمام الرسل يا سندي الله الله، أنت باب الله
إبراهيم اعتمد فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي. الله يفتح عليك، أحسنت يا شيخ محمود. نروح بقى للشيخ السيد إبراهيم. السيد إبراهيم، السيد عمار كلمنا على مسألة الاحتفال والمأمونية الحلبية، وكمان يا إمام الرسل، إمام الرسل كان مشهور قوي السيد حسن حفار. فاكر أنا مع السيد حسن حفار الله يرحمه عمل حفلة في باريس، نعم، وقال فيها يا إمام الرسل، وأحد المساعدين له في الإنشاد قام يدف على الدف من شدة إحساسه بال كأنه هيطير. نعم يا سيدي. والناس بيعمل الحفلة دي في باريس والناس طايرين فرح بحضرة النبي وجمال حضرة النبي. احنا رحنا البيت واكلنا المأمونية، هناكل المأمونية ان شاء الله، واكلنا المأمونية مع السيد عمار في المدرسة. نعمل ايه بقى في المدرسة؟ في عندك ذكريات في المدرسة مع في المدرسة؟ كان يزينوا المدارس، بيزينوها، بيزينوا المدارس زي رمضان، زي رمضان عندنا كده اكتر من المدارس. احنا تقريبا الاحتفالات بمولد النبوي الشريف عندنا في المدارس كانت مميزة اكتر من الاعياد الرسمية، اكتر من كل شيء. انت عارف حضرتك ده معناه ان المسلمين فاهمين يعني ايه مولد جدا، لان لما بيجي الشخص يحتفل باكبر قيمه عنده في حياته وهو حضره النبي، اكبر قيمه انسانيه عندنا في حياتنا هو حضره النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، كامل الاوصاف وكامل الانوار. انا كنت اتكلمت، عملت برنامج زي اسمه كامل الانوار، حضره النبي كامل الانوار. نعم يا سيدي. فبأبي وامي صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تعلم الطفل في المدرسه او حتى الصبي في المدرسه او حتى الشاب في المدرسه ان هو عنده حضره النبي، ان هو ما يعرفش الوحده، ليه حضره النبي صلى الله عليه وسلم، حضره النبي بابي وهو امي، قال اشتقت لاخواني. فلما اعلم اولادنا ان هو اشتقت لاخواني ونسمع سنشد عضدك باخيك، فيعرف ان هو لو فقد حد، لو فقد انيس، لو فقد جليس، لو فقد اي حد، فعنده حضرة النبي يستند عليه. يا عالجمال. فلما الطفل والصبي يتعلم هذا المعنى دي حاجة رائعة. فكونك انت بقى بتحط الكلام ده في الزينة، ده عيد عيد بقى. نعم صحيح. وأخوي ولد بشهر ربيع الأنوار. يا نهار أنوار. ايه الجمال ده. سماه عمار ربيع أحمد. والله هو مسجل في البطاقه عمار ربيع. يا سلام. انا فاكرك دلوقتي. يا يعني انتوا كان انتوا ما اعرفش ان انتوا لسه الاسماء المركبه موجوده في، كانت لسه الاسماء موجوده. السلام، والدي سماه عمار ربيع. ما شاء الله، يعني اسماء المركبه موجوده عمار ربيع. نعم سيدي. يا سلام. اسم المركب عمار ربيع نسبه. اول مره اعرف، انت ما قلتليش الكلام ده، اول مره اعرف الكلام الحلو ده. هذا كلام السر الجميل. هذا كلام مهم دلوقتي حقيقه. من محبه رسول الله والدي تيمنا وجاب شهر ربيع. الله الله. طيب في المدرسة بتزينه؟ نعم نعم. كان زمان عندكم في إنشاد كده في عندنا في 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 سوريا وفي في يعني في الشام وكمان وفي العراق، زينوا الحرم، الحرم لينا. نعم. فحضرتك بتقول زينا المدرسة، عمل بعد ما زينا المدرسة عملنا إيه؟ كان من الأولاد أحيانا والداتهم يعني أمهاتهم تعطيهم كياس فيها ملبس وفي سكاكر وملبس سكاكر وتوفي والاشياء هي مشان يوزعوها على المدرسه، يعني الاولاد يوزعوا على بعض طبعا بقى. مشان يشعروا كلهم في البهجه. يا سلام. كمان كانوا في بعض الاحيان يعني يطلعوا ينشدوا بالصف، الاولاد في الصف، في الصف ولا في طابور الصباح؟ لا بالصف، في الصف، بالصف مشان يساووا مثل حفلات متقطعه. ده كان في حلب ولا في كل؟ لا هذا بالنسبه انا بعرف في حلب هذا كان موجود. انا بالمدرسه كنت شفته بعيني يعني. ده عشان كده بقى اصوات الحلبيين اصوات بديعه قوي 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 قوي. نعم يا سيدي. ففي الفصل انتوا بتوزعوا الحلويات على بعض، والاولاد عارفين ان دوت الحلب بتاعت حضره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا طبعا طبعا. وبيذكروا من شماله الله يرضى عنه. حضرتك فاكر كنتوا بتقولوا لبعض ايه لما كنتوا بتدوا الحلب لبعض في المولد؟ يعني كان اكثر شيء يوصفونا الانسه يعني المدرسه يعني. أيوة. تحكي لنا عن صفاته، شلون كان يعامل الصبيان،
الله، شلون كان مع المساكين. فاكر حاجه قالتها الانسه وانت فاكرها من ايام المدرسه؟ الله، شغله هيك معينه بالضبط لا الصراحه لا، بس كثير كان ياكدوا علينا على محبه رسول الله. الله، وانه هو الحقيقه هو باب الوصول لله عز وجل، ونحن صغار كان يعلمونا هالكلام. طيب في حاجه كنت فاكرها يعني، او حاجه كنت في اهل الشام واهل حلب طبعا نعم. بيحبوا يسمعوها من الانشاد في هذا الوقت في المولد؟ الاخوه في فرقه كبيره بالشام في دمشق اسمها فرقه الاخوه ابو شعر، طبعا طالع انشوده رائعه جدا. بدايه الانشوده بيقول هم الليله عندكم عيد، هي دي هم اللي عملوها؟ هم اللي انشوها؟ هم على ما اظن يعني، بس انا ولا هي دي تراث حلبي؟ هلا هي اصلا حلبي لا اصلا دمشقي مالي متاكد، بس هن ابدعوا فيها، هن اخوه ست اخوه بتحبها، بتحبوا تسمعوها دي؟ طبعا اكيد. طب ما نسمعها من الشيخ محمود بقى ونرجع تاني. يلا بينا. الله يبارك فيك. والليلة عندكم عيد يا أحبابي، يا مولد رسول الله خير البرية. والليلة عندكم عيد يا أحبابي، مولد رسول الله خير البرية. اطرب وافرح يا مختار، لا لوم علينا، لا تبالي بالعذال والمنكرين. أعظم فضل من الله طه نبينا، أعظم فضل من الله طه نبينا. به فزنا بالأمان، نلنا المزية. والليلة عندكم عيد يا أحبابي، مولد رسول الله خير البرية. سمعنا من الشيخ محمود الليلة عندكم عيد، والشيخ محمود كمان مش مخلينا، بينشد شامي وبينشد مصري كمان، فما شاء الله حاجة رائعة. فالمدرسة فضلت لغاية دلوقتي بتعلم الأولاد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش 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 حد بيخالف ده. لا ده ماشي، ده صحيح. في المدارس بتاخد مولد النبي وأجازة؟ اه. يبقى دوت بيبقى قبل أو بعد بعد المولد؟ بعد المولد. بعد المولد. في حلب كنا بنحتفل طول ربيع ولا بنحتفل طول ربيع؟ وفي ناس بتمتد لربيع الثاني ان شاء الله. احنا عندنا برضو بعض المشايخ كانوا يمتدوا في الاحتفال الى ربيع الثاني. نعم صحيح، ده بيمتد لربيع الثاني. واللي انا عايز اقوله بس ان الاحتفالات لما بتمتد بدون ربيع، لان بعض الناس اللي عندهم مشكله في الاحتفال الناس غلابه عاده النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان يزيد وينقص. لا إله إلا الله. ويزيد بحب حضرة النبي قوي. عليه الصلاة والسلام. يعني حضرة النبي يزيد الإيمان بحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم زيادة عجيبة. نعم صلى. ولذلك حضرة النبي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولدي ونفسي. يعني إيه؟ كل ما يزيد حبك لحضرة النبي عن كل شيء، كل ما بيزداد إيمانك. لأن إحنا عندنا الإمام البخاري بقى وبابا الإيمان هو ده عند أهل السنة والجماعة كلهم. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بإيه؟ حب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما يزيد حب الناس لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يزيد الإيمان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأولاد لما يتعودوا على كده، لأنه ما يزيد حبهم لحضرة النبي ويزيد احتفالهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يزيد فرحتهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بيزيد إيمانهم. هل متذكر حاجة كده وأنت في المدرسة كانت معلقاك قوي 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 بالمولد وبكلام وبالجو بتاع المولد؟ اللي بتذكره أكثر من المدرسة، كان في عنا مساجد في حلب بشكل منتظم كل يوم، ما يخلى يوم إلا ما يكون في مجلس خاص للصلاة على رسول الله. الله، هذا الكلام دقيق جدا طبعا. وكانوا بيجتمعوا لا يقل عن 400 أو 500 شخص أهل حلب. سيدي عبد الرحمن باشا وكل أهل حلب فيهم عجب يا مولانا. بياخد وقت المساعد الشيخ بيعد الصلاة على رسول الله. أيوة، يعني في واحد مساعد للشيخ جالس مقدم المجلس. صحيح. مقدم للمجلس
وفي حد بيساعده بيعد الصلاة. مظبوط. اللي بيعدها بيعدها ازاي؟ المصلين كلهم موجودين، كلهم بيصلوا على رسول الله، كل واحد بيخلص 500 مرة بيصيح واحد، فتوصل لمرحلة بعد 10 دقائق بتلاقي ان المساعد عم يصيح واحد 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 واحد. بيجتمعوا باخر اليوم بالمساجد بيجمعوا رقم يتجاوز 3 مليون لو 4 مليون صلاة على رسول الله مقننة مكتوبة مسجلة. بيجوا اخر الاسبوع يجمعوا من قريب 30 مليون صلاة على النبي كلها مسجلة. الله اكبر. خلينا نرجع نطلع فاصل لان الحكاية دي محتاجة شوية ناخدها زي ما بيقول اهل الشوام، ناخدها على رواق عشان ايه نقدر نشوفها. تعالوا نطلع وما زلنا مع حضرة النبي. يا رسول الله نعلم انك حاضر، لان صاحب العيد لابد انه يحضر لانه هو الذي به الفرح. نحن نفرح بك يا رسول الله ونأتي ونعود لنكون معك يا رسول الله، ولكن بعد الفاصل. السلام عليك يا رسول الله. رجعنا من الفاصل، واحنا في الحقيقة ما عندناش فاصل مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا واصل دايما. احنا رحنا وتفيأنا انوار جلسة مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعنا مع القصاص، مع السيد عمار قصاص، عمار ربيع، عمار ربيع، عمار ربيع حبا وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع السيد ابراهيم. واحنا اتكلمنا مع السيد عمار عن البيت في سوريا وخاصة حلب والمأمونية، ورحنا كمان للسكاكر في التوفي في المدارس مع السيد إبراهيم، واسمع واتكلمنا عن كمان الإنشاد في سوريا. نعمل ايه في الشوارع بقى؟ الشوارع يا سيد عمار بيبقى فيها ايه بقى مظاهر الاحتفال بقى؟ الله على الشوارع يا سيدي، احكي لك على الشوارع. دي مشكله بقى ان انت تعمل حلقه مع ناس بتدوب فيهم وتحبهم. وانا بحب اهل سوريا جدا. اكرمك الله يا سيدي. الشوارع كنت بتلاقي الفرحه في كل مكان، من المحلات، من الاسواق، من الطرقات، المواصلات، في كل مكان كنت بتحس انه اليوم عيد المولد النبوي الشريف. كان يوم 15 أيلول، شهر أيلول اللي هو سبتمبر اللي هالسنة إن شاء الله راح يوافق 12 ربيع الأول، بتلاقي البلد فاضي، الناس كلها عمالة بتحتفل، الناس برا في الشوارع مزين الشوارع فرحة بالحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أنت ماشي المساء بالمساجد كلياتها عم تعمل احتفالات بالحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. كل مسجد وكل مسجد فيه احتفال شكل ولون. معظم المساجد 90% من المساجد وبتكون في حلويات اللي هي بتاعت المساجد اللي هي اسمها اللي جوز الهند. بالظبط، جوز الهند الرائع. يا نهار ابيض يا مولانا، رفقا بالرفقا يا سيدي، فجوز حقائق فرح يا سيدي. فرح طبعا، فرح حضرتنا ما في بعده فرح. والله كان احلى احتفال حضرته لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان في مسجد الإمام الغزالي. وأحلى هدية أخذتها في ذلك اليوم كانت كتاب الرحيق المختوم لصفي الدين مبروك فيه. ما شاء الله سيدي سيدي سيدي، واضح قوي إن الناس في الشوارع بيبقوا فرحانين قوي. هل بيوزعوا حاجات في الشوارع؟ الله، يعني ممكن تكون العربية ماشية فتلاقي حد في الشوارع وقفها، اتفضل دي يا سيدي لسه خدنا من بازل اللي قبلكم. معلش مفيش، فتات تروح البيت بقى. انت لازم تاخد الحلويات تبعك والفرح تبعك وتحس. ايه اكتر ايه اكتر ايه اكتر ذكرى حصلت لك وانت ماشي في الشارع يوم مولد؟ الله، انت واضح واضح ان الذكرى ربيع، ما انت عمار ربيع بقى. كنا نازلين في المواصلات من كنت ساكن في منطقه اسمها سيف الدولي في مدينه حلب، ورايح لمنطقه ثانيه اسمها قاضي عسكر. فنحن كنا على الطريق، لا انا كان في طريق الرجعه، فنحن راجعين على الطريق، فوقفونا ناس اعطونا سكاكر وحلويات وكتاب الأربعين النووي للان موجود معي. اللهم لك الحمد والفضل والمنه. بعد شوي لقدام شوارع ناس برضه بيشاورونا بيوقفونا كمان بيعطونا مره ثانيه، وكانوا عاملين احتفال كبير فزيت بقى فوقفوكم بقى يا عمي نحن لسه ما انت حضرنا مره ثانيه. وصلنا للمكان الثالث لاخر محطه انا بينزل فيها عند البيت عند جامع النصر، فلقيت ناس كان في مسجد النصر كان في احتفال كتير كبير، وكانت الناس قاعده عمال بتضيف الضيف. يا حبيبي نحن لسه اخذنا من اثنين قبلكم، انت لازم تاخد. فانت لازم تبقى عامل انت رايح في المشوار اللي انت رايحه، انت رايح المشوار اللي انت رايحه في يوم المولد، لازم تعمل حساب الايه؟ حساب مش حساب اشارات المرور،
حشرات المحبة. أيوة اللهم لك الحمد. لازم نعترف، لازم نعترف إن الشوارع بتتملي بهجة لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيملى الحياة كلها بهجة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تبص كده تلاقي إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي في الشارع كان يحب إن يلمس الحاجات صلى الله عليه وسلم، ويا سلام يلمس البشر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعدي ويلمس رأس طفل كان تظل عطره صلى الله عليه وسلم في المكان كله. فالناس لو لقوا حد فايح منه المسك والعنبر والجمال والنور كله يعرفوا ان حضرة النبي كان معدي في الشارع ده، ويعرفوا ان حضرته صلى الله عليه وسلم لمس شعر الطفل ده او لمس الطفل ده، لان بتبقى طيبه صلى الله عليه وسلم اياما. ومن الحاجات اللي احنا لازم ننص عليها ان بقاء طيب حضرة النبي ده اياما هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ان حضرة النبي بيتجاوز فكرة هجوم الجو بروائحه وبكلها على طيبه، وكأن رسول الله بيقول لنا ايه ان طيبه صلى الله عليه وسلم متجاوز الزمان والمكان. فمش عجيب خالص ان واحد دلوقتي يشم طيب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد حلاوة صحبة حضرة النبي ولا جمال حضرة النبي. انا عارف ان اهل الشام عندهم شوية انشاد كده بيخلي القلب عجيب شوية. يعني ايه بقى من الحاجات اللي انت بتحبها قوي في الانشاد كمان والناس بيقولوها مع بعض بشكل جميل؟ الله، من اروع الانشاد اللي كنا بنحبه كانت انشودة يا غصن نقى يا نهار ابيض يا غصن نقى مكللا بالذهب افديك من الرداب امي وابي إن كنت أسأت في هواكم أدبي العصمة لا تكون إلا لنبي. انتوا شوقتونا بقى، تعالوا نسمع بقى يا غصن نقى من الشيخ محمود يا سلام عشان. ونرجع مرة تاني نكمل الحوار الماتع المليء بالمحبة مع السيد عمار قصاص والسيد إبراهيم. يا غصن نقى مكللا بالذهب أفديك من الردى بأمي وأبي إن كنت أسأت في هواكم أدبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي تالله لقد سمعت في الأسحار عن جارية تدق بالأوتار تالله لقد سمعت من منطقها من عذب عاشقا جزي بالنار من عذب عاشقا جزي بالنار. احسنت يا شيخ محمود. يعني الشيخ محمود بيلعب معانا، بيلعب معنا. انت عارف ايه القصيده نفسها مليئه رائعه جدا. يعني شوف حضرتك القصيده لما يقول له ان كنت حلفت الا تكلمني كلم غيري لعلي اسمعك انا. هو ده الحب، هو ده الذوب في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد ابراهيم، نعم يا سيد، احنا مش هنقدر نختم قبل ما نتكلم عن المساجد بقى. المساجد بقى ايه اللي بيحصل في المساجد من مظاهر الاحتفال والحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله وكأني الآن في أحد المساجد. يا الله. يعني مسجد في سيف الدولة اسمه مسجد النصر. بتجي الفرقة بيقعدوا مكان الإمام مكان الصلاة، بيصطفوا مع بعضهم وتبلش حفلة وكأنها عرس. والله وكأنها سعد نحن بنسميها فرح حضرة النبي عرس حضرة النبي. والله وكأنه عرس حقيقي، والناس كلياتها مبتهجة، والناس كلياتها متعاونة، والناس كلها بدها تضيف، والناس كلها يعني هقول لك انا سيد ابراهيم، انا عايز اقول لك حاجه. انا ساعات بحب في الدعاء نقول كده اللهم اكتب اسماءنا في قلب حضره النبي. اللهم يا رب. انا اظن ان ده عرس، بس مش عرس ان احنا بنزف حضره النبي لقلوبنا، لكن احنا بنزف نفسنا لعل حضره النبي يدخلنا في قلبه صلى الله عليه وسلم. يعني هذا لو حصل هي دي الفرحه، يا رب هي دي السعاده.
قول لنا كده حاجة من الملامح الأساسية اللي بتحصل في المسجد في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأشياء اللي بتصير مثل ما وصلت لك جدا يعني قريبة جدا، لأنه هو عرس حقيقة. الناس بتأنشد، كل الموجودين بأنشدوا، كل الناس، الناس بتأنشد. إذا كان الجو قريب لشتاء بيوزعوا اللي هي الجوز الهند، إذا كان قريب لصيف بيوزعوا البوظة عنا. طبعا اللي آيس كريم، آيس كريم اسمه آيس كريم. فبتلاقي الكل يعني يعني كله بده يجتهد، بده يشتغل، بده يعمل شيء، في آيس كريم في المول، يعني الناس بدها توزع، حاجة بتلاقي يعني الصغير عاوز ياخذ يوزع يعطي للناس. الأطفال بدهم يمشوا مثلا، الناس قاعدة في المسجد، الطفل بده ياخذ من الشخص اللي عم يوزع، بده ياخذ هو يعطي للناس. الناس كلها سعيدة، سعادة، سبحان الله. المسجد بيبقى عبارة عن فرح، فرح لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا سيدي. سيد إبراهيم، أنا عارف إن في أنشودة كده بتحب تسمع وأهل الشام بيحبوا يسمعوا، ايه بقى من تسمعون كمان من تسمعون في المول؟ على على العقيقة، على العقيقة، على العقيقة اجتمعنا. العقيقة انا بحاول على العقيقة اجتمعنا نحن وسود العيون. نعم يا سيدي، يعني هم قصدهم، هم قصدهم مين سود العيون؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله، لانه كان اكحل صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح. عشان كده هو كان عيونه ثبت كل القلوب صلى الله عليه وسلم. هنسمع الشيخ محمود وهو بيقول على العقيق اجتمعنا، ونرجع تاني مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أترع الكاس وطيبها بعطر من لما، واسقني إن عيني لا ترى شيئا سواك، فليقولوا ما أرادوا، أنا صب في هواك، خمرتي كاس الحمية، ونعيمي في رضاك، ونعيمي في هواك، ونعيمي في لقاك. يا ليل يا عين يا يا عين، وعلى العقيق اجتمعنا، نحن وسود العيون. الله، نحن وسود العيون. ما ظني مجنون ليلة، قد جن بعض الجنون. يا خيو قد جن بعض الجنون، ويا قلبي تصبر، واللي بحبهم هجروني، واللي بحبهم هجروني، هم سادة خلفوني، أبكي دما من عيوني. يا خيو أبكي دما من عيوني، نوحوا علي وقولوا، هذا قتيل العيون، هذا قتيل العيون. الشيخ محمود عمل برضو نفس الحكاية، أشعل قلوبنا بالشوق لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وطيب خاطرنا بإن احنا نسمع ده. بس أحلى حاجة إن أنا كنت معكم النهاردة. الله بارك الله. يعني أنا زرت الشام فنقلتوني للشام وجمالها. كرمك. الشام تحسسك كده إن طرقات الشام، أماكنها، سوريا كلها مليانة بالنور والبركة والفرح بحضرة النبي.
ربنا يزيدكم خير وبركه، ربنا ان شاء الله يتمم علينا الخير على اخواننا في سوريا ببركه حضره النبي وبالصلاه على حضره النبي وبالجمال. وانا سامع في بشريات كثيره الايام دي، فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتمم علينا الخير والفرح. وربيع بقى باب من ابواب الدعاء، فندعو الله سبحانه وتعالى ان هو يجعلنا من اهل الخير والسلام، واجعلنا دايما من اهل العافيه، واجعلنا دايما من اهل المحبه يا رب. يا رسول الله، نحن جلسنا في محبتك وجلسنا ونحن لا نرجو الا ان ندخل السرور على قلبك، باننا نفرح بانك كنت لنا رحمه وكنت بنا رؤوفا. ما اجملك يا رسول الله، ما احلاك، ما اشهى ذكراك. هذه ليست ذكرى ولكنها حياه يا رسول الله. نشهدك باننا نحيا بك وسنظل نحيا بك في كل مكان، فتشفع لنا عند ربك ان نبقى في محبتك وان نذوب في ودادك وان تحلى حياتنا بنظره منك وبصحبه لك يا رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله يا رسول الله. نبقى معك على الدوام، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا طيبين مطيبين بنور ابي الطيب، وان يقسم لنا ما يقسمه من محبه للابرار وللمحبوبين على الدوام يا رب العالمين.